يعني طبعا هذه المعلومات كانت ترد، وكذلك لا ننسى يعني أنا شخصيا محافظ الموصل في وقتها الأستاذ أثيل النجيفي قال لي شخصيا إنه أخبر السلطات العراقية مرات عديدة بخطر يعني قدوم داعش إلى المدينة، ولكن كان يقول لي لم يستمع لي أحد. هذا من يعني شخص إلى شخص. وطبعا لا تنسى شيئا مهم أخي العزيز، عندما غادرت القوات الأمريكية أوباما سلم مفاتيح العراق كلها بيد إيران، هل يكون واضح لك؟ وهذا التنظيم من أين أتت؟ أتت من الأراضي السورية، وكانت هناك معلومات استخباراتية حسب بعض المجلات الأمريكية في وقتها بأنهم يتدربون في معسكرات خاصة بعلم الحكومة السورية وبعلم الولايات المتحدة أيضا. والولايات المتحدة كانت تعلم، أنا أقول لك طيب يعني كانت تعلم. الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم تتدخل من أجل إنقاذ ثلث مساحة بلاد هي معها بعلاقة استراتيجية، أو لنقل بطريقة أو بأخرى أخي العزيز مع بلاد أوصلتها إلى هذه المرحلة؟ مو أني دا أقول، مو بس أني دا أقول، حتى ترامب قال إنه في وقت أوباما كانت في وقتها هيلاري كلينتون هي كانت وزيرة الخارجية الأمريكية على عهد أوباما. نعم. وقال ترامب للملأ وللدنيا إنهم كانوا يعرفون أنه كان هناك داعش في سوريا ولم يتحركوا، لأن أوباما كان له تفاهمات مع إيران.